كيف بيتجرأوا هدول البنات إنه يطالبوا بحقوقهم بالورثة؟ ما طول عمرنا بنمشي على العادة المتعارف عليها، وهي إنه الابن هو اللي بيكون الوريث الوحيد لأملاك أبوه. فكيف بيعترضوا البنات هلأ على هيك شغلة؟ فيهن يعملوا شو ما كان، بس ما فيهن يغيروا عادات العيلة تبعنا ويمشونا على كيفهم. الورثة بس من حقه ليوراج، وممنوع حدا يقاسمه بالورثة لو شو ما صار. ماما، أنا رأيي مثل رأيك بخصوص هذا الموضوع، بس الحقيقة أنا مصدومة من تفكير وكلام سافيكي. صايرة عم تدافع كتير عن بناتنا بشكل مو طبيعي، وبدها تلغي عادات العيلة المعترف عليها. مو همها شرف العيلة، كل همها بناتها. أنا ما بفكر بهالقصص، كنت مفكرتها أنه بتعتبر يوراج ابنها، بس طلعت مو هيك، وما عم بتفكر غير تاخد حق يوراج. أمي أنتي لازم تروحي تحكي مع بابا ضروري. كيف بدي روح بعد اللي صار؟ بنتي بعرف إنه كل شي عملتيه هو مشان سعادة العيلة ومصلحتها، بس بصراحة أنتي جرحتي أبوكي بهي الطريقة، لهيك ما رح أقدر أحكي معه. تصرفها هاد أثبت إنه هي ما بتحب يوراج ولا بتكن له الخير، وطلع كل الحب والعاطفة اللي كانت تظهرن تمثيل، وإجا الوقت المناسب لنعرف نواياها. بدها تاخد كل نصيب ابني يوراج. ما عم صدق طلعت مخدوعة فيها كل هالفترة، مع إنه كنت أعتبر بناتها بناتي، وكنت خاف عليهن كتير، حتى ما كنت أفرقهم عن ابني أبداً. بس هلأ أنا ما رح أسمح لحدا يقاسم ابني على ورثته. ابني يوراج هو المالك الشرعي لهالأملاك، ورح ينكتب كل شي باسمه وبس. مين كان عم تحكي الحق سوري كانت؟ لأنه إذا ردينا على كلام هدول البنتين ما رح يطلع لابنك شي، ورح يكون ذنبه برقبتنا طول العمر. ماما، نحن كلنا حدي، لا تخافي أبداً. إيه ماما، نحن ما ارتكبنا جريمة ولا غلطنا بحق حدا، كل القصة إنه بدنا ننقذ ورثة العيلة من إيدين هالحرامية. إيه؟ أمي، نحن منعرف كتير منيح إنه هالشغلة مالها صعبة عليكي، بس ما بعرف أنتي ليش عم تصعبيها. أمي، أنتي لازم تساعدينا لحتى نتخلص من كارثة عم تلوح بالأفق، ممكن بأي لحظة توقع علينا. نحن لازم نتفاداها لأنه بكفي المصايب الكبيرة اللي جايتنا على الطريق. لازم نتصرف بسرعة قبل ما يتدمر كل شيء قدامنا، أحسن ما نخسر كل شيء وما يكون قدامنا غير الندم، وبيكون فاتنا القطار وقتها. أمي بترجاكي تساعدينا. بترجاكي تروح تسجل كل الورثة باسم ابني يوراج. هذا مستحيل يصير مينكا. ما رح يصير. بس يا سافيتري، ليش ما تكون لابني؟ ما يوراج بكل الأحوال رح يساعد إخواته البنات ورح يتحمل مسؤوليتهم. وبحب ذكرك إنه بالقانون يوراج هو الوريث الشرعي. ماما، مو صح كلامي؟ لا، ما نو صحيح. وبصراحة أنا ما بدي بناتي يكونوا عبء على أي حدا بالمستقبل، لهيك بدي أملهم حقوقهم بالكامل. وإذا أخذوا حصتهم من الورثة من هلأ، فما عاد مطلوب من يوراج يتحمل مسؤوليتهم لبعدين. كل اللي طالبت فيه إنه بناتي يعتمدوا على حالهم وما يحتاجوا أي حدا بالمستقبل. بس يا سافيتري، ابني يوراج هو الوريث. سكتوا بقى. لك ما عاد بدي اسمع حدا عم يحكي بهذا الموضوع أبداً.
هلا اتركوني افكر على كيف شو بدي اعمل انا بورصة عيلة جاروديا ومين بدي اعطي، وبرجع بعدين بخبركم بقراري. انا اللي بختار مين اللي بده يحافظ على تاريخ اجدادي. بما انه طلب وقت لحتى يفكر، المفروض نحن نستغل هاي الفترة لحتى نثبت انه وجهة نظرنا هي الصحيحة. اسمعوني يا جماعة كتير منيح وكونوا شاهدين على اللي رح قوله. انا من هاي اللحظة لا رح اكل ولا رح اشرب شيء لحتى تنتقل الورثة لابني وتتسجل باسمه. قراري هاد ما في رجعة عنه، ومستحيل اني ارضى بغير شيء. مينكا، اختي مينكا، ما في داعي انك تعصبي كل هالقد. انت زعلانه مني ما هيك؟ طيب احكي لي شو اللي مزعلك مني. بوعدك اني ما اتضايق، بس المهم ما تخبي شي بقلبك. روقي وخدي كلي من هاي. قلتلك انه انا اضربت عن كل شي. مدام هيك قررتي فانتي حرة. لا تكوني مفكرة حالك إذا أضربتي على الأكل بتحققي أمنيتك. ما حذرتي. ليكو يا جماعة، أنا بحلف لكم إني ما دوق الأكل والشرب ابتداء من اليوم، حتى لو بدي موت يحرم إني حط شي بتمي لحتى يحصلوا بناتي على حقوقهم. سافيتري مينكا، حاجتكم ولدني. روحي يا بنتي كلي لك شي شغلة. أمي؟ لك هاي مينكا ما بتستسلم بسهولة. بس يا أختي سافيتري، لو بدها تموت ما بتتراجع بكلامها. ما رح أتراجع عن قراري لحتى أعرف شو رح يصير. أنا مو ناوي أستعجل، بس كل شي بوقته حلو. مع أني متأكدة كتير منيح أنه يوراج اللي رح يكون الوريث لعيلة جاروديا. يا سافيتري مينكا، سافيتري، حاجتكن نقار مثل الولاد الصغار، وبدي منكن تسكروا لي على هالموضوع مبدئياً على بين ما نلاقي له شي حل. سوري كانت، أنا ماني عم بقدر صدق. ما كنت بصراحة متوقعتن كل هالقد عنيدين. ما بعرف شو صار لكم فجأة. لك بكل حياتكن ما تخانقتوا بهالشكل ولا تحديتوا بعضكن، فليش لتعملوا هيك اليوم؟ لك كبروا لي عقلكن شوي. اسمعوا، بهيك قرارات الواحد لازم يفكر لوقت طويل لحتى يحسبها على الأقل على مهله، أحسن ما يتسرع بقراره ويضل ندمان طول عمره. لهيك بترجاكم عطوني وقت، رجاءً أنتو اتنين لا تقسموا عيلة جاروديا للنصين ولا تضغطوا علي، فهمتوا؟ الحقيقة انصدمت بتصرفاتكم كتير. ما رح اتراجع عن قراري لو شو ما صار يصير. سافيتري، حاولي تحلي المشكلة ولا تزيدي علي. اسمعني، أنا بحياتي كلها ما أذيتك وما طلبت منك شي، وأنت بتعرف منيح قديش كنت وفية لإلك. وما بدي غير شي واحد، إنك تأمن لي حقوق بناتي. وما رح أتراجع عن قراري، وأنا مستعدة لمواجهة مين ما كان، بس المهم عندي بالآخر حقوق بناتي. أنا آسفة كتير بس ما فيني أتراجع. يبدو الحكي معكم ما منه فايدة أبداً. اعملوا اللي بدكم إياه. لك أنا كيف تسرعت وحكيت هيك؟ العمى ما أغباني، مثل المجنونة أضربت عن الأكل. يا ربي دخيلك، إمتى بدها تاكل سافيتري؟ يا الله أنا هلأ بلشت دوخ. أي أي جعت أنا كتير. أي
لازم وطي صوتي، أحسن ما حدا يسمعني ويشمت فيني. أي أي كتير جوعانة. أمي لا تقلقوا علي، بس أنتوا لازم تلاقوا الدليل اللي يثبت هوية بافيترا ومين بتكون، لأنه أبوه كان صعب يقتنع. لهيك إذا لقيتوا الدليل تقنعوا، أما إذا ما التقى فراحت علينا. ما رح اسمح أبداً توقع ممتلكات عائلة جاروديا بإيدي مجرمين. وما رح أخلف بوعدي أبداً غير لحتى تظهر الحقيقة. هذا وعد يا بنات، كونوا شاهدين عليه. ماما نحن رح نعمل كل جهدنا لحتى نثبت الحقيقة. إيه ماما. عفواً، في حدا منكم بيعرف شي وحدة اسمها بافيترا أو كاجري؟ لا والله ما بنعرفها، بس إذا بتحبي منتعرف عليها. انتوا أمرونا ونحن جاهزين، ما هيك شباب؟ شفت هاي البنت بشي مكان؟ ليك يا بنت، لا تسأليني عنها ولا تسألي غيري كمان، لأنه ما حدا بيشرفه يدلك عليها. ما عاد تسألي حدا، يلا روحي هلأ. بس أنا متأكدة إنه هون أنتو كلياتكم بتعرفوها، بس ما بدكم تخبروني. حاول تساعدنا الله يخليك. شو أنتي ما بتفهمي؟ ها؟ نلعو يلا من هون. شو رح نعمل؟ ما حدا راضيان يحكي لنا عنا شي، حاسة إنه فشلت خطتنا. لا مو بس هيك، ما كنا نلاقي حدا يقلنا إنه بيعرفها. برأيي إنه لازم نجي لهون بعد فترة ولازم نغير الخطة. طيب شو بدنا نخبر أمي هلأ؟ أهم شي هلأ نطلع من هون بسرعة. يلا بنات. إيه يلا. برافو عليك يا كاجري، ما شفتي كيف حماتك دافعت عنك وعن زوجك؟ يا حرام بتكون ميتة من جوعة هلأ. مو عيب انتي تاكلي وهي ما تاكل، يلا استغلي الفرصة. لك يلا كلي بسرعة قبل ما يجي حدا يشوفك. صراحة نحن حاولنا كتير، بس صدقيني ما كنا نلاقي ولا دليل ضد بافيترا. ماما طلع ما حدا بيعرفها ولا حتى شايفها، حتى اللي بيعرفوها ما كانوا يعترفوا. أمي أي ماما، شو لازم نعمل؟ مو مشكلة، ما رح استسلم بسهولة وما رح خلي حدا يغلبني. أنا حلفت إني ما استسلم أبداً ولا رح أتراجع. ما تخاف. مرحبا البابا بالبيت؟ لا لسه ما رجع على البيت لهلا. لكن بستناه.
لأنه اتصل فيه وقال بده نحكي بموضوع الورثة، وكان على وشك أنه يوقع الوراق هداك اليوم. بس بالحقيقة يا لاكشمي، بتعرفي شو اللي صار معي فجأة؟ ما رضي يوقع الوراق وقال لي إجي على بيتكم، لهيك أنا إجي. أهلا وسهلا لاكشمي، شبك؟ شوف كاران، أنا كتير مستعجلة وعندي شغلة مهمة بدي أعملها، لهيك أحكي بسرعة شو بدك. يلا مدام هيك أنا بفضل أني روح معي، ومنه بعزمك على فنجان قهوة بشي مكان لنحكي شوي. ها؟ كاران، لو بتقعد هون وبتنتظر بابا ليجي مو بيكون أحسن لك؟ لاكشمي، سؤال، أنت ليش بتضلك مكشرة هيك وعلى طول معصبة؟ هي هي الإسوارة، هي هي نفسها. أنت من وين جبت هي الإسوارة؟ عم قلك اللي من وين جبت هي الإسوارة؟ وقفي عندك، أنا مشتريها من شي حوالي ساعة تقريبا ودفعت حقها نقدي. كيف؟ عم تقول إنك اشتريتها؟ كيف؟ بس هي الإسوارة تبع أخي وراج. شو؟ أوعك تفكري أبدا بشي غلط لاكشمي، بس ما تفكريني سارق الإسوارة من أخوكي. عكلين فيني أخذك على المحل، منه بتسألي ومنه بتتأكدي. بس كاران، أنا ما بدي أسمع منك ولا كلمة، وبدي تاخدني هلأ دغري على الصايغ اللي اشتريت من عنده هاي الإسوارة، فهمان؟ يلا خدنا بسرعة، لازم نوصله اليوم بأسرع وقت. تفضلي، شو طلبي؟ أنا مو جاي لحتى أشتري شيء، أنا جاي لأسألك إذا بايع هاي الإسوارة لشي زبون من فترة قصيرة كتير. ايه بعتها. ايه بس هي الإسوارة مسروقة من أخي. بالله؟ ايه نعم، لهيك بعد إذنك بديك تتذكر لي كتير منيح مين هو الشخص اللي باعك هاي القطعة. ايه عمي، حاول تتذكر، مرة إجا لعندك شب حليوة وأنيق لابس بنطلون جينز وقميص على الموضة. لا ما بتذكر حدا إجا بهالمواصفات. هلأ ذكرت، ذكرتي اللي جابها، طويل شوي ومليان وشعره مجعد كمان، كان لابس سترة جلد وقتها؟ مزبوط كلامك، هيك لابس. يا الله اختي جوري، قليلي بسرعة انت بمين شاكة؟ لاكشمي، هو نفسه الزلمة يلي قلتلك انه شفته وقت اللي كان عم يحكي مع بافيترا هداك اليوم، وقتها كان تاريخ تسليم المصنع تبعنا. مدام القصة هيك، هو اللي اجى لعند الصايغ وباع الإسوارة، بس من وين بده يكون جاب إسوارة يوراج؟ أكيد في شي غريب، أنا مالي مرتاحة لهالقصة أبدا. عمو لو سمحت بدي أطلب منك طلب، بترجاك أنك تخبرنا وين راح هذا الشاب اللي باعك الإسوارة؟ طلع فورا وبعدين وقف سيارة وراح فيها وقال له ياخدوا عتشوتي باستي. راح عتشوتي باستي؟ لو سمحتي كيف بوصل لتشوتي باستي؟ وصلتي عليها؟ طيب من بعد إذنك بدي أسألك خالي، شفتي لي شي رجال مرق من هون هيك شعره مجعد وبشرته شاحبة وطوله هيك تقريبا؟ لا بنتي ما شفت هيك رجال. برأيي ما حدا في يدلنا عليه هيك، على القليلة لازم نعرف اسم الزلمة. لو سمحتي شفتي شي رجال مارق يعني هيك طوله تقريبا ولون بشرته صاير شاحب؟ ايه هني. Thank you.
خير؟ مين بدك؟ ها؟ قولوا مين انتو؟ لسه نازلين خبيط بقوة على الباب، منيح لي ما كسرتوه. شو بدك؟ أنا أجيت لأنه بافيترا بعتتنا لعندك مشان نقابلك ونحكي معك. بعتتكن لتقابلوني؟ بس أنا ما بعرف حدا بهالاسم. روحي ولا تحاولي أبدا تسأليني شي أنت وجماعتك. يلا من هون. طيب بس دقيقة لو سمحت، بدنا منك تجاوبنا على سؤال واحد وبعدين رايحين فورا. ما راح جاوب على شي. لحظة بس، نحن في عنا معلومات أكيدة إنه هاي الإسوارة يلي بإيدي أنت بايع على محل المجوهرات، أنت منين جبتها؟ شو هاي؟ ما بعرف، ما عندي علم. قلت لي ما عندك علم. طيب لكان راح نشوف شو بدك تقول للشرطة، بركي وقت اللي بيسألوك تتذكر منيح منين جبتها. اتفقنا؟ يلا. ليكي أنا عم قلك إني ما بعرف أي شي عن هالموضوع ولا عندي أي معلومة. لك شو قلتي لي اسم المرة اللي بعتته؟ بافيترا. بافيترا؟ لك عم قلكن ما بعرف هاي المخلوقة وحياة أمي. طيب استنى شوي لا تهرب، خليني خبرك شغلة. ليك انت لسه ما بتعرف انه نحن اصلا قدمنا بلاغ ضدك، وكمان الشرطة صار معها الدليل، فأنا برأيي انك تقول للشرطة انك ما بتعرف شي عن هاي الاسوارة ولا شي عن بافيترا وبتتفاهم معهم هنيك. اتفقنا؟ لا دخيلك. لك شمي، في عنا حل واحد، باخد الصايغ ومنروح على قسم الشرطة، هو هنيك بيخبرهم مين الشخص يلي باع الإسوارة. شو؟ اتفقنا؟ مثل ما قلتي أختي. لا مشان الله رح خبرك، هو كان شاب أنيق وشعره أسود. عم قلك بس طولوا بالكم. ليكي هو يوراجل اللي خططه، أنا ما دخلني. ليكي أنا خبرتك وبدي تسامحيني، الغلط مو غلطي، أنا ما دخلني بالقصة كلها، حكيت كل شي بعرفه والباقي أنا ما بعرفه. لا تخبري الشرطة. استنى بس شوي. هاني قدراني صدق، معقولة قديشه محتار؟ بافيترا لا طلعت أميرة ولا عندها قصر ولا شي من هاد، طلعت بنت منحطة وطلع اسمها كاجري كمان. بافيترا غريبة عن هاي العائلة، بس ابن العائلة كمان عم بيعمل هيك؟ ليش يوراج؟ هذا بيكون أخونا ومن صلبنا، ليش لحتى يسوي فينا هيك؟ أنا عقلي ما عم بيتحمل أبداً إني صدق هذا الحكي. هذا أخونا من عائلتنا، هذا يوراج، كيف هيك قدر يغش كل العائلة؟ نحن أهله وعائلته، كيف قدر يغش كل الناس اللي بيحبوه؟ حتى بابا كان واثق فيه ثقة عمياء، كيف بيقدر يعمل فينا هيك؟ كل هالوقت هاد كان عم بيلعب في مشاعرنا، لك مهتم بمشاعر بابا، حرام عليه هيك. لاكشمي بترجاكي ما بقى تبكي حاجة. لاكشمي يلا نمشي. امشوا. خالتي الله يخليكي كل شيء، كرمالك لي هي، ما بيصير تضلي هيك اليوم، خدي القطعة من ايدي وبس. ما بدي اكل شيء، بترجاكي كلي بس لقمة واحدة. اسمعي انت وامي لهلا ما اكلتوا شيء، وهلا بافيترا بيصير ما بدها تاكل، وبتعرفيها هي قديش عنيدة وما رح تاكل لتاكلوا انتو التنتين. يوراج لا تاكل همي ابدا،
تهتم ببافيترا هلأ؟ بتعرف إنه هي ما بيصير تبقى هيك بلا أكل؟ لا خالتي، صحتك أهم. والله مو قدرانة يا راش. بصراحة أنت متضايقة وما عم ترضي تاكلي بسبب الورثة، لأنه أخواتي مالهم نفس الحصة. طيب ماشي، أنا رح روح هلأ لعند أبي وأطلب منه إنه يعطي أختي من حصتي أنا، وصدقيني ما رح أتضايق، وأنا مستعد ضحي بكل شي كرمال أختي. ويا ستي بتنازل عن كل حصتي، ما بدي أخد شي مو بعيني. وأنا اللي بيهمني إنه شوفكم كلكم، يعني أنتي وبابا وأخواتي، مبسوطين ومرتاحين، ووقتها بس بكون مبسوط. يلا كرمالي كلي. يوراش كرمالي كلي هاي. يا الله قديش كذاب، ما عاد فيني اتحمل، رايحة الا الحقيقة. استني اهدي جوري، لسه ما اجى الوقت. مو سامعة قديش عم يكذب؟ لإمتى بدنا نضل عم نسمع بدون ما نعمل شي؟ اختي والله جوري معها حق بكلامها. لا هلا مو وقتها اختي، ونحن لازم نتصرف في حذر كتير كبير. إذا قلنا الحقيقة هلأ رح نعطي وراج وبافيترا الفرصة حتى يرجعوا ويكذبوا مرة تانية، ونحن منكون وقعنا بفخ. ولهيك لازم اليوم نجهز لشي خطة لحتى نفضحهم قدام ماما وبابا وتيتا والعيلة كلها، وما يقدروا يفلتوا هالمرة من العقاب. ولهيك نحن بدنا أدلة حقيقية وإثباتات، أدلة ما تخليهم يلاقوا ويخترعوا شي كذبة جديدة مرة تانية، وقتها بيكون موقفنا قوي كتير. ماما 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 خير؟ شو صار معي؟ ولا شيء ماما. ماما الله يخليكي، كلي انت ونحن ما عاد بدنا شيء، ما بدنا لا مصاري ولا ورثة ولا املاك ولا اي شيء. حبيباتي انا منيحة، لا تخافوا علي. ماما يلا مينكا افتحي تمك. شو هالمصيبة اللي نحن فيها ماما؟ مين كم أضربة عن الأكل مع سافيتري؟ والتنتين أضرب من بعضهم، وهن المصرين ما يفهموا شي. وشو بيطلع بإيدي؟ مثل ما حكيت أنت يا ابني، اتنيناتهم أعند من بعض وما عم يردوا على حدا فينا. طيب ماما رح حاول مرة تاني، وإلا بدي اتخذ قرار بهالموضوع وخلص بكفي. حاجتك عناد بقى، وكليلك لقمة مينكا. لا تجبروني، ما رح أكل شي لحتى تتخذ قرارك. سافيتري حاولي تتفهمي موقفي، لا تكوني عنيدة هيك مثل الأولاد. يلا كلي.
طيب ماشي، إذا أنتم متخذين قراركم وما رح تأكلوا ولا لقمة فاسمعوا القرار اللي قررته. إذا أنتم التنتين ما بدكم تأكلوا ولا لقمة وخلال خمس دقايق والله وهي قدام الكل رح أقتل حالي قدامكم. سوري كان، أنا ما رح أقدر واجه هيك خيار أبدا، لأنه ما عندي بالدنيا أغلى منك أنت. سافيتري، أنا اليوم عرفت قديش أنت بتحبيني من جوات قلبك، وأنت كمان اللي طول عمرك بتهتمي فيني وأبداً ما بتتمني أنه يصيبني أي أذى. عن جد أنا مبسوط ومقدر اهتمامك فيني كتير وفخور فيك. كلو كلو. هلأ ماني عرفانة من وين بدنا نجيب الدليل حتى نثبت إنه يوراج ومرته كذابين. كنت عم فكر بنفس القصة، قصدي أنا ولا مرة فكرت بهالقصة. الله يخليكي أختي، نحن لازم نفكر سوا بالشي المهم حاليا. آسف. وأكيد رح نلاقي شي طريقة معقولة. هاي صبايا، إذا عندكن أي مشكلة فكاران المنقذ موجود للمساعدة. لا شكراً إلك، ما بدنا منك لا مساعدة ولا من أي حدا كاران. يلا يا بنات نمشي، لأنه نحن ما رح نقدر نحل مشاكلنا هون أبداً. بالإذن كاران. جوري اللحظة، قليلي بالله شوفي. ولا شي، ما في شي مهم. انت كمان رح تخبي عني الحقيقة؟ طيب ماشي، قوليلي انا كيف فيني ساعدكم من دون ما اعرف شو هي المشكلة. بس كاران ما في اي مشكلة. اذا بتريدي وثقي فيني. ايه؟ جوري شو عم تعملي؟ انتي شو صار لك؟ هذا موضوع عائلي ما هيك اختي؟ انتي كيف بتحكي لرجال غريب عن امورنا الخاصة؟ انتي ما عندك عقل لتفكري فيه؟ لاكشمي كاران هو. طيب بس لحظة، انتي شو بتعرفي عنه؟ قليلي، كيف بتحكي مشاكلك العائلية والشخصية لشخص ما بتعرفيه؟ عفوا صبايا، مشاكلكم رح تضل سر بالنسبة إلي إلا إذا جبرتوني إنه أكشفها على طريقتي الخاصة، أوكي؟ وأنا ما رح ساوي هيك أبداً لأني بحفظ السر. شفتي لاكشمي؟ أنا ما عملت غلط لما قلت له لكاران عن بافيترا. غلط؟ صدقيني أنت عملتي تصرف ذكي كتير.
لهيك كاران الرائع رح يساعدكم بهالمهمة، وصدقوني ما رح تندموا أبدا. عن جد؟ كاران شكرا، نحن مالنا بحاجة لمساعدة حدا. طيب لحالكم شو قدرتوا تعملوا؟ ويا ترى حصلتوا على أي أدلة؟ لا أبدا. معناتها وين المشكلة إذا بتقبلوا مساعدتي؟ ها؟ ومثل ما بيقولوا أربع إيدين أحسن من ثلاثة، لهيك خلونا نكون أربعة؟ يا ربي دخيلك، والله ماني عارفاني شو اللي عم بصير بهالبيت بنوب. يعني من جهة سافيتري عم بتعذب حالة وتعذبنا معه، وكله بالنتيجة جهد عقلي، ومن جهة تانية ميكا وابنه هو المالك الوحيد لأملاك أموال العيلة. يعني يوراج رح ياخد كل شي، ومينكا بتعرف هالشي، بس ما بعرف ليش هيك كتير عنيدة وبعدين مصرة إنه تعمل مشاكل وخلافات بين الأولاد. طيب وشو بيصير إذا نحن طالبنا بحقوقنا كمان مثل سافيتري ومينكا يا أمي؟ قصدي مو نحن كمان مثل غيرنا بيطلع لنا حصة من الأملاك؟ هي أختي هالكي مو أخذت نصيبها بعد ما تجوزت ولا لا؟ وشو مشاني أنا؟ ما بيكفي إني ما تجوزت؟ يعني على هالحسبة ما رح يطلع لي شيء أبداً. خلص أنا أخذت قراري، بدي حصتي مثل كل الورثة من الأملاك. حصتك؟ إذا أنت طلبتي حصتك أنا كمان بدي حصتي، وما رح أسكت أبداً، ورح نقسمها بالتساوي. وبعدين إذا ما تزوجتي لهلأ بلكي بكرة أجا نصيبك، وقتها بتاخدي حصتين مو حصة. ايو طيب بلكي ما تجوزت أنا أبداً، شو؟ بطلع إيد من ورا وإيد من قدام ورح أقضي كل عمري فقيرة؟ خلاص أنا فكرت وبدي حصتي كلها، وأنت أخدتي حصتك وزيادة، وهلأ ما عاد يطلع لك شي بنوب. يعني حتى هلأ مالك حق تاخدي شي من هذا البيت، ولا تفكري أبداً. بالله جد؟ قررتي ومضطرة أقبل؟ شو ماني مثلك بهذا البيت؟ وعايشة بيناتكم هون؟ معناته بده يطلع لي حصة مثلي مثل الكل، وما حدا أحسن من ماشي. حدا ماشي، أصلاً ما حدا بيسمع كلامي، بس هالمرة والله لورجيكم. خلاص كتو، وحاجتكم خناق بقى، طلعتوا أنتوا التنتين ما في عندكم شي مهم بالدنيا كلها غير المصاري والورثة. يعني ما بيكفيني كنايني اللي عم يتخانقوا لنفس السبب، وهي أنتوا إخوات وهيك عم تتصرفوا؟ معقول المصاري بتفرق بين الإخوات لهالدرجة هي؟ وإذا ما بدكن توقفوا مع أخوكن وتساعدوا بهالمصيبة سكتوا، ما في داعي تزيدوا الطين بلة، فهمانين؟ بقى هلأ يا ريت تسكروا على الموضوع. إيه؟ أنا كتير حاسة بالإهانة لأني ما قدرت أوفي بوعدي اللي وعدته لبناتي. سامحيني، الله يوفقك. ماما لا تحكي هيك، الله يخليك، بس ما كان عندي أي خيار تاني، وما تحملت شوف أبوكي هو بهالحالة هي، لأنه حلف إنه بده يقتل حاله، ليك ما قدرت. ماما صدقيني أنت ما غلطتي لما تصرفتي هيك، بعدين لو أي وحدة فينا نحن الأربعة كانت مكانك والله كنا تصرفنا مثلك. وحياتك لهيك لا تزعلي ولا تتضايقي، وبعدك أنا وأخواتي إنه نلاقي حقيقة هي المخلوقة عن قريب ونكشفها، المهم أنتي لا تزعلي هيك. عم تسمعيني؟ سارفاتي مع حق 100%. ماما أنتي خلص لا تفكري بشي أبدا. يلا ما رح تاكلي؟ مو جاي على بالي. ماما خلص بكفي على القليلة كلي من شاني أنا وأخواتي، يلا أمي كلي كرمالنا. أي ماما، ونحن ما بيهمنا حدا غيرك أنتي، طالما أنتي معنا ما بدنا شي. ماما اشربي كاسة هالعصير. Thank you.
طمني لو شو ما صار فهو لصالحنا أكيد. وأنا بعرف بابا يمكن اتضايق كتير من القصة والمشكلة اللي صارت، بس صدقيني يا ماما وحياتك لو ما صار هيك ما كنتي حسيتي أبداً إنه أكلين حقك بهذا البيت، وإنتي ساكتة ما عم تفتحي تمك ولو بحرف واحد. ما بيكفي تنازلتي عن كل حقوقك وإنتي ساكتة ورضيانة؟ مع هيك ما حدا بكل البيت قدر قيمتك أو حتى احترمك وما أذاكي. بقى ليش أنتي لازم تضحي دائماً بكل شيء؟ فهميني أنتي ليش كل هاي السنين ساكتة وما فتحتي تمك بحرف؟ ماما، بما أنك خطيتي أول خطوة لتحاربي الظلم اللي تعرضتي له بحياتك، بدي إياكي هلأ توعديني. ماما وعديني أنك ما رح تتراجعي أبداً، وبدك تسترجعي مكانتك بهذا البيت ولو غصباً عن الكل، وهي مكانتك اللي ضحيتي فيها كرمالهم. طيب لاكشمي، نحن لهلأ ما عرفنا شو بدنا نعمل بعد ما عرفنا حقيقة يوراج. أنو حقيقة؟ قلي لي شو بتقصد جوري، شو مخبين عني؟ قولوا، حكولي بحياتي عندكم، شو القصة؟ يا بنات لا تكذبوا علي، بعرفكم ما بتخبوا عني شي. ماما، نحن ما كنا منعرف أنه رح يجي نهار نكتشف فيه حقيقة أخونا ومرته. بالأول كان همنا أنه نكتشف حقيقة مرته بس، بس للأسف الشي اللي ما كنا متخيلينه أبداً يا ماما طلع صح. أخونا يوراج هو اللي جاب كاجري على هذا البيت متنكرة باسم بافيترا يا ماما. مزبوط ماما. يوراج كيف بيتجرأ يعمل هيك ويكذب على العيلة كلها؟ العيلة اللي كانت حاطة كل أملها فيه خدع الكل بكل بساطة. حاسي إنه قولي سنين ما حطيت ولا لقمة واحدة ببطني. هالأكل بشهي. بافيترا أعطيني مي، خلصت الكاسة. حاضر مرت عمي. أنا حاسة إنه كل أحلامي بلشت تتحطم ورح يروح كل تعبي على الفاضي كمان. لك شبك واقفة، أعطيني مي غصيت. حاضر يلا فورا. كنت متوقع إنه إضرابه عن الأكل يعمل مشاكل أكبر من هيك بكتير، بس للأسف عمي ما اتخذ أي قرار مهم أبدا، ولهيك لازم فكر بحل. هلا لازم تنتقل كل الأملاك لأسم يوراج بالتحديد، يعني بالنهاية رح تصير ملكي والباقي برا. أوه شو هالوضع هاد، واضح إنك كتير متضايقة، لأنه الواحد لما يتمنى شيء محدد وما يصير ومخططه يفشل والله بيتضايق. مزبوط كلامي مو هيك؟ يا كاجري خططك كلها عم تفشل يا كاجري. يا مسكينة تعبك كله راح هيك على الأرض وكر كررررررررر ورا بعضه. وهلأ شو ناوية تعمل؟ ها؟ لا تطلعي فيني هيك. ها؟ انتي بتعرفي كتير منيح أنا شو بقدر ساوي. أصلاً أنا اليوم فايق وحاسس مزاجي مو تمام، حابب أعمل شوية جو وقل لهم، يعني على القليلة لازم أقول لأختي ليكون في عندها علم، رح أقول لها كل الحقيقة. شو رأيك؟ يلا شو قلتي؟ شبك أخي؟ شو هالشي اللي بدك تقوله بقى؟ قلي لشوف شو القصة، يلا احكي.